نشرة إخبارية جديدة من قناة الغد المشرق نبدأها بالعناوين. ميليشيات الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بعد التصدي لها في عدد من الجبهات. مجلس الوزراء يؤكد على دعم الحكومة للقضاء ويناقش تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية للمواطنين. هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تدشن مشروع حفر بئر مياه ارتوازية في محافظة حضرموت. أهلا بكم. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسية العميد طارق صالح أن الاستعداد للحرب هو الطريق الثابت لفرض السلام، خاصة مع استمرار تعنت ميليشيات الحوثي ورفضها الانصياع لدعوات السلام الدولية والإقليمية. جاء ذلك خلال زيارته لمعسكرات تدريب ومواقع عسكرية لألوية حراس الجمهورية غرب تعز للوقوف أمام مستوى الاستعداد والتدريب والتأهيل ترقبا لأي معركة فاصلة، لا سيما مع المؤشرات الأخيرة التي تظهر عدم جدية ميليشيات الحوثي للسلام. تكبدت ميليشيات الحوثي العشرات من القتلى والجرحى في معارك عنيفة شهدتها جبهات ريف محافظة مأرب الجنوبي، وفي قصف مدفعي شنته القوات الجنوبية على مواقع الميليشيات ذاتها في محافظة الضالع. تحتدم المغارك مجددا في محافظة مأرب. في ريف المحافظة الجنوبي دارت معارك عنيفة بين وحدات من ألوية العمالقة الجنوبية وميليشيات الحوثي، أشدها ضراوة تركزت في محيط جبل اليحموم على تخوم مديرية حريب. فبحسب مصادر ميدانية شنت ميليشيات الحوثي هجوما على مواقع ألوية العمالقة، وحاولت أيضا استحداث مواقع عسكرية جديدة في خطوط التماس بجبل اليحموم قبل أن تندلع المواجهات بين الجانبين وتتمكن الأخيرة من دحر هجوم الأولى وشن هجوم معاكس تمكنت خلاله من السيطرة على عدد من المواقع في المحور الغربي من مديرية حريب. أكثر من 17 عنصرا من ميليشيات الحوثي سقطوا وفقا للمصدر خلال هذه المواجهات التي تزامنت مع تصعيد حوثي آخر في محافظة الضالع. تمكنت القوات الجنوبية هناك من التصدي له، واستهدفت هذه القوات مواقع عسكرية تتمركز فيها الميليشيات الحوثية وتعزيزات عسكرية شمال غربي المحافظة. ملامح تصعيد عسكري حوثي تتشكل ملامحه في عدة جبهات كما تقول مصادر عسكرية، فإلى جانب معارك محافظتي مأرب والضالع شهدت جبهات الساحل الغربي خلال الأيام الماضية معارك مماثلة بين القوات المشتركة وميليشيات الحوثي. معارك أعقبت هجمات حوثية متكررة صوب مواقع استراتيجية بجبهة البرح في ريف تعز الغربي، وأكدت القوات المشتركة أنها تصدت لكافة الهجمات، وكبدت الميليشيات الإنقلابية خسائر فادحة. خسائر أقرت الأخيرة بوقوعها معلنة تشييع العديد من عناصرها، بينهم 6 من القيادات الميدانية، أحدهم ينتحل رتبة عقيد وآخران ينتحلان رتبة مقدم. فجرت ميليشيات الحوثي منزلا لأحد المواطنين المدنيين المعارض لها في قرية الزور بمديرية سرواح غرب محافظة مأرب. يأتي ذلك عقب شهر من تفجير الميليشيات منازل 4 مواطنين آخرين في نفس القرية ضمن سياستها الممنهجة لتدمير منازل معارضيها وتفجير مساجدهم، وهي أعمال يصنفها القانون الدولي الإنساني من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. خصصت الميليشيات الحوثية مليارات الريالات لتنفيذ سلسلة مشاريع جديدة متنوعة يستفيد منها أتباعها دون اليمنيين الفقراء، وذلك في وقت يحتاج فيه أكثر من نصف سكان اليمن إلى مساعدات غذائية عاجلة. في وقت يحتاج فيه أكثر من 17 مليون يمني إلى مساعدات غذائية عاجلة، دشنت ما تسمى هيئة الزكاة الحوثية في صنعاء برنامجا خاصا تضمن إنفاق نحو 16 مليار و724 مليون ريال لصالح إقامة عديد من المشروعات التغذوية والطبية تستهدف أتباع الميليشيات وأسر قتلها وجرحاها والمعاقين العائدين من الجبهات. الميليشيات أعلنت عبر وسائل إعلامها أن المبالغ المخصصة سيستفيد منها نحو 1.5 مليون شخص وأسرة من ذوي قتلاها وجرحاها والموالين لها ومقاتليها في الجبهات دون غيرهم من اليمنيين الفقراء والمعوزين.
وبحسب مصادر مطلعة يأتي هذا التوجه بالتزامن مع مواصلة هيئة الزكاة الحوثية افتتاح مكاتب جديدة وغير قانونية لجباية الزكاة في عدد من العزل والقرى بمناطق سيطرتها، وأجبرت أهالي تلك القرى على المشاركة قسرا في أمسيات تعبوية تحضهم على الالتزام بدفع الزكاة إلى مكاتبها. في سياق إن متصل، كشف عاملون إغاثيون عن نزولات ميدانية مرتقبة إلى الشركات القطاع الخاص وكبار التجار وملاك العقارات والأراضي من أجل جباية أموال الزكاة وإشعار ملاكها بأن عليهم تسليم كل الأموال المستحقة إلى أتباعها المكلفين بجمعها وعدم إعطائها مباشرة إلى الفقراء والمحتاجين. وأوضحت المصادر أن الميليشيات شكلت لجانا مجتمعية تتولى مهام إجراء مسوحات ميدانية جديدة بعموم حارات وأحياء مديريات صنعاء ومناطق سيطرتها، فيما يقول مواطنون أنه تم تقييد أسماءهم وبياناتهم عدة مرات من قبل هذه اللجان لكنهم لم يتسلموا منها أي مساعدات مالية أو نقدية، وهم وصفه المواطنون بأنه عمل استخباراتي يهدف إلى التعبئة والتحشيد ورفض الجبهات بالمزيد من المقاتلين. وكانت مصادر مطلعة في صنعاء كشفت في وقت سابق عن تنامي حجم الفساد والعبث الذي تمارسه الميليشيات داخل أورقة ما تسمى بهيئة الزكاة، واتهمت المصادر مسؤولي الهيئة غير الشرعية بالتورط بشكل مباشر وغير مباشر في ارتكاب سلسلة من المخالفات المالية وجرائم فساد كبرى. أكد رئيس الوزراء معين عبد الملك دعم الحكومة الكامل للسلطة القضائية بجميع مؤسساتها وإسنادها من أجل القيام بكامل دورها القانوني والدستوري. وجدد رئيس الوزراء لدى زيارته إلى مجلس القضاء الأعلى بالعاصمة عدن حرص الحكومة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه كمنهج ثابت، لافتا إلى أن الحكومة ستعمل بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى من أجل إيجاد حلول لصون هيبة القضاء والحفاظ على حقوق الإنسان. استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه بالعاصمة عدن عددا من القضايا المتعلقة بالواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين ومستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية. وقدم رئيس الوزراء إحاطة إلى أعضاء المجلس بشأن توجيهات مجلس القيادة الرئاسي على ضوء مناقشته للتقرير المقدم من الحكومة حول الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإصلاحات المتخذة لتحسين أداء المالية العامة وتنويع مصادر الدخل من الموارد غير النفطية في أعقاب الهجمات الإرهابية الحوثية. استقبل محافظ سقطرى رأفت الثقل وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري والوفد المرافق له في زيارته الأولى للمحافظة. وأوضح وزير الدفاع أن زيارته إلى محافظة سقطرى تهدف للوقوف على مجمل الأوضاع في المحافظة وتفقد أوضاع القوات والوحدات العسكرية المرابطة فيها والاطلاع على مستوى الجاهزية والروح المعنوية لمنتسبي القوات المسلحة. دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع حفر بئر مياه ارتوازية لتلبية احتياجات سكان المناطق النائية والقرى الريفية التي تعاني شح المياه في محافظة حضرموت. ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المستمرة للتخفيف من وطأة معاناة المواطنين، دشنت هيئة الهلال الأحمر مشروع حفر بئر مياه ارتوازية في محافظة حضرموت في مديرية وادي العين لتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين الذين تعاني مناطقهم من شح المياه. جين بالماء منطقة قرى العوابث بعمق يصل إلى 165 متر طولي. هذا ضمن تدخلات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم قطاع المياه في محافظة حضرموت. بالأهازيج والزوامل عبر الأهالي عن فرحتهم لإنجاز هذا المشروع في منطقتهم بعد أن عاشوا حقبة من الزمن مع المعاناة مع شح المياه، وعبر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم لدولة العطاء الإمارات وذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر على الجهود المبذولة في تنفيذ مشروعات حيوية هدفها التخفيف من معاناتهم اليومية. شكر التقدير والتقدير والإجلال والعرفان للهلال الأحمر الإماراتي على ما قدمه لنا من دعم بحفر بئر ارتوازية في منطقة القاع. هذا البئر والمكان والحيوية التي تغطي هذه المنطقة للجميع، ونحن نفتخر ونعتز بهذا الدعم لنا وللجميع، وإن شاء الله يغطي هذه المنطقة. كما نقدم نحن لكل من قام وساهم وأيد وشارك في هذا، نقدم الشكر والتقدير
لدولة الإمارات محمد بن زايد ولكل من قام على هذا. يذكر إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سارعت إلى رفع معدل مشاريع حفر آبار المياه المختلفة منذ شروعها في العمل الإنساني إلى أكثر من 45 بئرا في محافظة حضرموت. اختتمت وزارة المياه والبيئة فعاليات أسبوع المياه والذي تزامن مع اليوم العالمي للمياه، وخلال الأسبوع أقيمت فعاليات توعوية هدفت إلى التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة ومصادر المياه. برعاية رئاسة الوزراء وتحت شعار كن أنت التغيير الذي تريده في العالم، اختتمت وزارة المياه والبيئة فعاليات أسبوع المياه والذي تزامن مع اليوم العالمي للمياه. الأوضاع فيما يتعلق بقضايا المياه والبيئة هي أوضاع صعبة، وضع معقدة. الموارد الطبيعية في اليمن أساسا هي شحيحة ونادرة، خصوصا فيما يتعلق بقضايا المياه. هناك ندرة في المياه، أكثر من 7 أحواض هي أحواض مهددة بالجفاف من أصل 14 حوض في البلد، بالإضافة إلى الاستنزاف الجائر، عدم القدرة على ضبط منصات الحفر، الحفر العشوائي، وكذلك الاعتداء على السواحل، على المحميات. شاركت المؤسسة المحلية المياه والصرف الصحي عدن طبعا بنشاط اللي هو ترتيب وتجهيز ماراثون رمزي يعبر عن بدء تعافي المؤسسة المحلية المياه والصرف الصحي، ولفت الأنظار للمواطنين لفت الأنظار من المواطنين وسكان محافظة عدن بالاهتمام بهذه المؤسسة. الأسبوع ضم فعاليات متنوعة هدفت إلى لفت الأنظار إلى أهمية الحفاظ على البيئة ومصادر المياه وزيادة وعي المواطنين في هذا الجانب. نحن في المؤسسة نحاول مجهودنا في كل مجهودنا نعمل رغم الظروف هذه بعد الحرب اللي حصلت، إن احنا نحاول نوصل للناس المياه، طبعا القيادة طبعا إن تشتغل في الصرف الصحي، القيادة حقنا ما تقصرش إن توصل المياه، ونحن في الصرف الصحي كإدارة دراسات نحاول نعمل دراسات لإعادة تأهيل الشبكات المتهالكة، ونحاول نطرح البنية التحتية في المركز الأول إن احنا نعيد تأهيلها. اليمن تعاني من ندرة في المياه خاصة الصالحة للشرب، إذ أن هناك 7 أحواض مائية جفت من أصل 14 حوضا كانت تمتلكها البلاد، وهو ما يدق ناقوس الخطر في هذه الرقعة الجغرافية التي لاقت تجريفا ومنهجا وعبثي لبيئاتها ومساحاتها الخضراء وسواحلها وأحياءها، الأمر الذي جعل الجهات الدولية تحذر من تبعات تغير المناخ على هذه الجغرافيا. صالح حنش، الغد المشرق، عدن. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. وزارة الصحة تحصن أكثر من 1,000,000 طفل ضد شلل الأطفال. أهلا بكم من جديد. أكدت وزارة الصحة العامة والسكان أن الفرق الصحية المشاركة في الحملة الاحترازية ضد شلل الأطفال تمكنت من تحصين أكثر من 1,000,000 طفل وطفلة في 12 محافظة محررة. وأوضحت الوزارة أن الفرق الصحية المشاركة في الحملة زارت خلال أيام الحملة أكثر من 1,000,000 منزل بنسبة تغطية وصلت إلى 99%. وجددت الوزارة حرصها على تحقيق الغايات في الوصول إلى تحصين الأطفال وتحقيق الأمان الصحي لهم من الأمراض والأوبئة المعدية. زار محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي إدارة أمن مديرية المكلا للإطلاع على أحوال نزلاء سجن المديرية، ووجه المحافظ بتوفير كامل الرعاية والاهتمام بالنظافة والغذاء ومعالجة كافة المشاكل التي تواجه النزلاء في السجون وضرورة النزول الميداني إليها لمتابعة قضايا نزلائها أمام النيابات والمحاكم لسرعة البت فيها. نهاية هذه النشرة وهذا تذكير بأهم العناوين. ميليشيات الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بعد التصدي لها في عدد من الجبهات. مجلس الوزراء يؤكد على دعم الحكومة للقضاء ويناقش تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية للمواطنين.
هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تدشن مشروع حفر بئر مياه ارتوازية في محافظة حضرموت. يمكنكم متابعة المزيد عبر حساباتنا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. الغدوائي، إلى اللقاء.